مرحبا، أنا ماجد، موظف في قسم المتابعة في شركة تورستي للعقارات. طبعا أنا سعيد جدا في وجودي في هاي الشركة. بداية هي شركة عريقة جدا من ناحية الفترة الزمنية اللي هي بتعمل فيها، من ناحية تانية المتابعة مع العملاء هي متابعة جدا مميزة. أكتر شيء بميزنا أنه إحنا شركة تركية، وهي الميزة بتضيف لنا كتير أشياء بالنسبة للالتقاء بيننا وبين العميل. بالنسبة للعملاء اللي هم إحنا بنتواصل معهم دائما، بنتمنى أن إحنا دائما نلتقي في هذا القسم من المجتمع العربي العريق. تربطنا كتير علاقات مع كتير أصدقاء من جراء هاي المكالمات والمحادثات الطويلة جدا اللي بتكون بيننا وبين عملائنا، اللي طبعا بتفضلوا علينا إنه يجوا لعنا ونشوف العقارات، وهذا الشيء كتير رح يكون مميز بالنسبة لشغلنا وبالنسبة لأنه نفهم شو طلب عملائنا الكرام. تورستي، ثقة وأكثر.